يعني راه حصاد ديال عام كامل ضربوا تماره، وخصوصا حنا ولي درتنا كانوا في المخزن، كانوا في بيبليك يعني كان الاضرابات، ما كناش متوقعين اصلا شنو كان غيكون. حنا الوالدين كنا مستريسين وكنا خايفين، لان ما كناش كنعرفوا شنو كان غيكون. كنا كنعاونوهم بالدعم شويه شويه ديال السوايع الاضافيين، كنتمناو من الله الخير. الماده ديال الفيزياء الصباح كانت شويه صعيبه، الكيمياء شويه حاولوا فيها شي شويه، كنتمناو من الله الخير. ولد عشيه كيقولوا الماده ديال الانجليزيه الحمد لله، ونتمناو الباقي ان شاء الله الخير. نورمالمون راه الدراري كانوا متوقعين بان غتكون اني بلونش، راه هذا هو اللي خلاهم في الاول ما داروش لي فور، ما داروش لي فور في الاول. علاش؟ لان كانوا طامعين بان غتكون اني بلونش، قالوا صافي ماشي مشكل. الوقت اللي بداو كيقولوا على راه يمكن نرجعوا يمكن كذا، عاد بداو كيخدموا، وكان بحال شويه بنادم ترخى، عاد بدا جات شويه صعيبه. وحنا الوالدين كنتمنوا من طبيعه الحال، والله يسهل عليهم اجمعين. امين امين.